طبعا يمكن لو حبينا بقى ندخل على طول في المواضيع، اللي حضرتك تحب تقول حاجه النهارده عن ماتش الداخليه؟ النهارده الحمد لله فوز 2-1. والله ماتش الداخليه النهارده يعني الف مبروك الاول لنادي الزمالك. الحمد لله، يعني ايه، جينا والماتش الحمد لله الحمد عدى لله. على خير. جمهور نادي الزمالك بحييه، لانه فعلا ابو العيله من الجماهير، يعني جمهور عظيم جدا. يعني في اي مباراه وفي اي محن لنادي الزمالك بتلاقيه واقف سبورت لفرقته، وبيحضر المباريات وبيصبر كتير وبيتحمل كتير. في الحقيقه بنقول الف مبروك لعيبه النهارده، الف مبروك مجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. فاعتقد ماتش برضو يعني هنقيمه فوق المتوسط فنيا في الحقيقه. يعني ليه فوق المتوسط؟ لعوامل كتيره جدا 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 يا ابو العيله ممكن نتكلم عليها فنيا. يمكن مصر مثلا جمز معذور في بعضها، ان الدوري فيه توقفات كتيره جدا، فدي لا يمكن تستخرج او يطلع لك لعيب يفيد منتخب مصر ويبقى في التوب فورم بسبب المؤجلات الكتيره. بنتاجل 40 يوم، وبعدين بتلعب مضغوط 5 6 7 ماتشات، وبعدين انت لا عارف هتنهي امتى ولا هتبدا امتى. فبيحصل في ال 40 يوم دولت كتير جدا، اصلا انا حضرت الكلام ده كتير جدا. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل اصابات، تبقى ماشي كويس تقوم الدنيا تمشي معاك عكس، حاجات كتيره جدا بتحصل في التوقفات. فالتوقفات طبعا بتضر بمصلحه الكره المصريه كلها. لا يمكن ان احنا يوصل لعيب يفيد منتخب مصر نطلعه من الدوري الممتاز نتيجه هذه المؤجلات والتوقفات. لا يمكن يوصل لعيب للتوب فورم بتاعه. هو الحقيقه احنا لمسنا بسبب الوضع المشوه او الوضع المتراكم او وضع الدوري بالشكل اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي، لمسنا دايما بعد كل سنه ونقول ان ساعات بنقول نفس المشاكل، لكن وصلت لمرحله كابتن خالد ان ايه بقى كله بيشتكي. يعني انديه كتير حاسه بعدم عداله، عدم تكافؤ فرص، في فرقه مثلا ممكن تلعبك بعد ما خلاص عرفت انها نزلت فالدوافع اختلفت، فرقه كتير تحس انها واخده اجازه شهر ما لعبتش تيجي تلعب. فالموضوع فعلا عند حضرتك حق، يمكن انا من الحاجات اللي هي لازم فيها حسم بقى، يعني لازم يكون في حلول جذريه علشان يعني الشكل ده يتغير، وعشان القيمه التسويقيه للدوري تتغير، وعشان نحس بمنافسه حقيقيه، وعشان كله يحس ان في تكافؤ فرص. وكمان الفرق اللي لعبت في الكاس، جميع الفرق اللي صعدت بتلعب في الكاس، اللي مريح شهر ونص واللي مريح، في عدم تكافؤ فرص، في عدم انتظام المسابقه. ده كارثه، كارثه يا ابو العيله. احنا الدوري المصري ده بيقيم من اعلى الدوريات، لان في نادي الزمالك والنادي الاهلي اللي هو واخد بطوله افريقيا والكونفدراليه، عايز ايه اكتر من كده؟ فالدوري المصري ده دوري مهم جدا وفي لعيبه على اعلى مستوى، لكن قوته كلها بتروح، قوته كلها بتروح بسبب المؤجلات. ضعيف انا بسميه، شوف بقى رغم التنافس الشديد والكلام ده كله، بتشوف مباريات انا بقفل يعني، وبطوله اوروبا شغاله وبتتفرج على الدوري المصري، يعني حاجه فرق شاسع. ليه؟ لاني انت ضعفت الدوري المصري، مش دي قوه الدوري المصري. فاعتقد ان لازم يحسم هذا الموضوع، ان احنا يبقى في سنه استثنائيه، واتكلمنا عليها ابو العيله، ويمكن اتحاد الكوره قعد معانا كمديرين فنيين ساعه دور الكورونا، وقلنا لا يمكن دور الكورونا ده نكمله، وقعدنا وخدوا راينا 16 نادي قالوا ما يكملش، وفي ناديين قالوا يكمل وكملوه، وده نتيجه التراكمات. الدوري ده خلص في شهر 12، فابتدى الدوري اللي بعديه، ابتدى الدوري اللي بعديه، وصلنا للمرحله المترديه دي. يعني احنا وصلنا لمرحله الناس بتضحك علينا، احنا كل الدوريات في العالم كله خلصت مع الدوري المصري.